أعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله فقرتنا راح أحكي عن فوائد خل التفاح. طبعاً خل التفاح ما شاء الله عليه وعلى فوائده، كنز سبحان الله. خل التفاح، خل التفاح كيف نستخدمه، كيف فوائده، نأخذ إحنا للكوليسترول، للدهون الثلاثية، للضغط ما شاء الله عليه، لجرثومة المعدة ما شاء الله عليه، نغسل فيه الخضروات ما شاء الله عليه. حتى فوائد خل التفاح نستخدمه حتى لمشاكل حب الشباب. كيف نستخدمه لمشاكل حب الشباب؟ طبعا خل التفاح دائما بتخفف بمي، نمسكه لحب الشباب. انا بحب دائما اعلمكم كيف طريقه تبعت خل التفاح، فوائد خل التفاح. طبعا خل التفاح بنمسكه بنخففه بمي، يعني بتحط في قدر فنجان نصه خل ونصه مي، نمسك الخل بقطنه. طبعا بنمسح البشره لو كان في التهاب في البشره لمشاكل حب الشباب نمسح بقطنه. طبعا انا بحب بقطنه مش محرمه، بقطنه ما شاء الله عليه فوائد خل التفاح. 7 أيام ان شاء الله بكون رايح حب الشباب. وأفضل إشي دائما كيف نستخدم خل التفاح، طبعا خل التفاح بتاخذ للتنحيف ما شاء الله عليه، التنحيف يعني للكوليسترول، للتنحيف ما شاء الله. حتى خل التفاح مشاكل للتنحيف كيف يعني، دكاة واحد عنده شحوم متراكمة دائما على البطن وعلى الأرداف وكذا وكرش، كيف نستخدم خل التفاح للتنحيف؟ طبعا خل التفاح بنجيب قدر كوب ماء، طبعا ماء عادي يعني مش ساخن ولا شيء، ماء عادي. بناخذ قدر معلقة كبيرة، بس معلقة كبيرة للتنحيف من خل التفاح. بعد الأكل دائما بناخذها بنص ساعة. طبعا خل التفاح بعد الأكل بتاخذ بنص ساعة، ما بصير يتاخذ قبل الأكل، إنه خل التفاح أخذناه قبل الأكل بفتح من فواتح الشهية. خل التفاح بناخذه لحرق الدهون دائما معلقة على كوب ماء بعد الأكل بنصف ساعة ما شاء الله عليه، للتنحيف. للكوليسترول كيف نستخدمه للكوليسترول؟ للكوليسترول بنجيب لنا قدر كوب كمان ماء، نص كوب ماء، ناخذ معلقة صغيرة بنحطها في هالكوب وبنشربها مرتين باليوم، مرة صباحا ومرة آخر النهار. للكوليسترول، للدهون الثلاثية ما شاء الله عليه كمان ناخذ معلقة كمان وسط على كوب ماء فاتر، ناخذه للكوليسترول ماء فاتر ونشربه مرتين باليوم. طبعا لحصى الكلى، لحصى الكلى مجرب 100% ما شاء الله عليه خل التفاح. طبعا لحصى الكلى كيف بناخذ؟ طبعا عنده حصى بالكلى وعنده مشاكل والرمل، كيف بدنا ناخذ خل التفاح؟ بكسر الحصى ما شاء الله عليه، بنجيب بس بنشربه خل التفاح بدنا نشربه للحصى الكلى دائما نشربه صباحا، بس قدر فنجان، بنجيب قدر فنجان من الخل، قدر فنجان خل، طبعا خل بناخذ معلقه من الخل التفاح ومي بنعبيه وبنشربه مرتين باليوم ان شاء الله، بس قدر معلقه على قدر فنجان مرتين باليوم لحصى الكلى ما شاء الله عليه. وروحوا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.